أخبار اليوم. سيادة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، يعني النهاردة معالي وزير النقل طرح الاستراتيجية الجديدة لوزارة النقل وفي كافة القطاعات ومنها هيئة الطرق والكباري. عايزين نعرف من سيادتك نبذة مختصرة عن الخطة أو الرؤية المستقبلية لهيئة الطرق والكباري خلال الفترة المقبلة. احنا لما تولى الدكتور سعد الوزارة مع الوزارة الجديدة كان في توجهات لسيادة الرئيس وتكليفات للوزارة، من ضمن أهم التكليفات سلامة المواطن ورفع رفع المستوى الاجتماعي وخدمة المواطنين. احنا بدأنا هذا الموضوع بدأنا الخطة عاجلة وفورية تنفذ خلال شهر أو شهر ونص، لأن الأمطار هي اللي هتأخرها، إن أنا أخطط كل الطرق، إن أنا أستكمل علامات المرورية لكل الطرق، إن أنا أقدر بفترة القريبة دي أستكمل نيوجيرسي وأستعدل الأماكن اللي هي فيها عاوزة استعدالات، أنظف الطبانات. دي عندي الحمد لله أكثر من 14 منطقة موجودين بيقدروا يخشوا باللطقم بتاعتهم، 81 وحدة صيانة هيقدروا إن شاء الله الفترة دي نقدر نحسس المواطن إن في أمان شوية. إحنا دي الخطة العاجلة اللي إحنا بنفكر فيها، في خطة قصيرة من ضمنها إن إحنا نخلص لازم المشروع القومي. إحنا إن شاء الله في شهر 12 هنخلص بإذن الله 5 طرق هنسلمهم ويبقوا جاهزين للتحرك والاستخدام، وخلال شهر 2 نبتدي نشطب بقيه ال 12 مشروع، ويبقى احنا كده قدرنا نضيف لشبكه الطرق 1100 كيلو اضافه جديده. احنا في خطه بالنسبه للهيئه، في خطه الصيانه، احنا عندنا صيانه 2400 كيلو طرق بتكلفه بتوصل فوق 800 مليون جنيه. احنا بالطريقه دي بنقدر نرفع كفاءه ونحافظ على ثروتنا من الطرق. دي مشروعات من ضمنها الطريق الدائري، يعني الطريق الدائري عليه مشروع عاجل. ليه؟ لانه للاسف طبعا الاوزان كتيره عليه، فالانهيارات نتيجه الحمولات الزايده بتضطرنا ان احنا نبتدي نعالج اول باول. احنا خلصنا علاج الفواصل فيها، فاضل فيها حاجات بسيطه قيمه 100 متر ولا حاجه، المواطن هيحس ان الكلام ده خلص. بنعالج الاماكن فيها انهيارات، هيبتدي يتخطط بالكامل كله، مداخله ومخارجه هتبقى كويسه باذن الله. الناس هتحس ان الطريق الدائري بقى طريق مقنع يقدر عليه المواطن يلاقي فيه راحته. نفس القصة بقية طرق مصر، يعني احنا ال 2400 كيلو دول من ضمنهم على طريق مصر اسكندرية الزراعي. احنا منزلين 4 مشروعات جديدة من الاماكن اللي هي فيها كثافة كبيرة، من بنها لغاية طنطا، وكل قطاع على شركة عشان ننجز الموضوع بأسرع ما يمكن. وده داخل معانا في ب 165 مليون جنيه في الفترة ديت، خلال قبل شهر 12 نكون مخلصينها. احنا عندنا برضو رفع كفاءة للكباري، عندنا احنا خلصنا رفع كفاءة 184 كوبري السنة اللي فاتت، وداخلين السنة دي ب 214 كوبري. قبل شهر 12 هيبقى فيه في حدود 90 كوبري، قبل 30/6 هيبقوا 214، مخطط السنة الجاية 300 كوبري. يبقى أنا كده أنجزت 700 كوبري خلال 3 سنوات، وده كان عشان بحقق موقف تقرير كان الجايكا قعدت معانا وعاوزين نستفاد من الخبرات الأجنبية الذكية إن احنا نطور نفسينا. فقدرنا الحمد لله من تقرير الجايكا دوت، قالوا ان عندكم 700 كوبري من سنه 35 لازم يترفع كفاءته، فاحنا بدانا على المحاور الرئيسيه الاهم فالاهم، والحمد لله هنخلص قبل السنه ديت ال 400 كوبري، يبقى فاضل 300 اللي هم ابعد شويه، وهيبقى ان شاء الله الموضوع امن باذن الله.
بالنسبه يا فندم، سيادتك اشرت للمشروع القومي للطرق ان يعني بنهايه هذا العام هيتم الانتهاء من 5 طرق، وبدايه العام الجديد هيبقى في طريقين. بشكل عام يعني المشروع القومي للطرق نقدر نقول ان احنا انتهينا منه امتى؟ قبل شهر 6. يعني اصل هو اللي بقول لك عليه ايه؟ يعني انا مثلا طريق الصعيد البحر الاحمر 180 كيلو ده قبل 30/6، قبل شهر 12 هيبقى خلصان وهيتفتح، مش هقول بوجه عام. يبقى انا اضفت 180 كيلو للتحركات ولتامين المواطن او السياح، ان السياح اللي بيتحركوا من البحر الاحمر بيبقوا رايحين الصعيد سوهاج او سفاجه سوهاج او انا بيقدروا يعدوا من هذا الطريق. طريق وادي المطور العالمين ان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر نخلصه قبل 31/12. طريق احنا بنحاول ننجز طريق او طرق على مستوى كفاءه عالي فيها سلامه وامان للمواطن. احنا ممكن كنا نشغل وادي المطور العالمين اتجاه واحد رايح جاي واحنا وسعنا الطريق، لكن حفاظا على روح اي بني ادم، اي روح اهم، اي ضفر بني ادم اهم عندنا جدا من ان انا افتح بصفه مؤقته وعشان اهدي الناس. لا، هو مش هو ده الهدف. يعني ان شاء الله يونيو 2016 هيكون تم الانتهاء من 12 طريق بشكل كامل باذن الله، عدا كوبري على النيل، لان هو كوبري على النيل بياخد مننا سنه ونص لسنتين تنفيذ ان شاء الله. طب بالنسبه يا فندم للطرق الجديده المطروحه للاستثمار، معالي وزير النقل اشار ان هم 5 طرق هيتم طرحهم للاستثمار، عايزين نعرف تفاصيل عن ال5 طرق الجديده. هي الطرق دي بتخدم محاور النقل الرئيسية اللي منها الإخوة المستثمرين سواء في الصناعة أو في التصدير يقدروا يستخدموها. يعني أنا بقول مثلا طريق أسيوط أسوان السودان، يعني لغاية ميناء قسطل، بقول النهاردة أنا بعمل طريق نقل ينقل التجارة بتاعتنا للسودان، لان احنا الناحيه الثانيه الجانب السوداني رصف من قسطل لغايه خرطوم. يبقى انا كده اوجدت محور مهم جدا 1100 كيلو يقدر المستثمر يلاقي فرصه، لان هو واعد بالنقل، واعد بالشركات المصريه اللي هتتحرك عليه وتتحرك عليها كمحاور نقل، وكذلك اوفر الراحه للمواطنين. يبقى انا عملت طريق استثماري يخدم الصناعه والتصدير وفي نفس الوقت يخدم المواطنين على محاور، ويعتبر زي محور التنميه. محور التنميه كان بتاع الدكتور اسامه الباز كان على بعد 30 كيلو من هذا الطريق بالعرض، لكن انا عامل الطريق ده قلت اهو محور يقدر يخدم محاور نقل وزراعه وتنميه في نفس الاماكن. اسماء ال5 طرق ده احد الطرق، والطريق الثاني الدولي الساحلي ان هو يتوسع ويوصل من بورسعيد لغايه مطروح، وده طريق يعتبر برضه يربط موانئ النقل بالكامل من اول بورسعيد دمياط اسكندريه. يبقى انا كده اوجدت محور عرضي يفيد الاستثمار. يبقى بالحاله ديت لما اضمن طريق دولي، طريق جميل عليه امان في النقل، يبقى برضه ده طريق كويس. الطريق الثاني انا عاوز سياحه تزيد شويه، فبقول من السفاجه لغايه راس بنياس، يعني الحته اللي عند برنيس. يبقى انا النهارده لما اجي بفتح للسكه دي المحور ده ان قرى سياحيه ويجي في الحته دي. في محاور عرضيه من اسوان لغايه البحر الاحمر برضه، ده طريق اخر احنا حاطينه. في محور تاني برضه من ادفو للبحر الاحمر، يبقى ده برضه ده الطريق الخامس اللي بقول لحضرتك عليه. واحنا طبعا في كتير من المستثمرين تقدموا، واحنا عرضنا عليهم هذا الكلام وتكلفته والاوبشنز او المزايا اللي ممكن ياخدها، وان شاء الله مباشر باذن الله هنلاقي كتير من المستثمرين سواء مصريين او اجانب زي ايطاليا والمانيا او صينيين، يعني جالنا جميع الجهات دي ان شاء الله. اهم عرض او اهم العروض اللي
لسه ما وصلناش لبلورة لشكل الاتفاق، لكن احنا قصدنا ناس ناوية تخش بإذن الله.